حق من يأتي لقبر النبي وأطلب منه أن يستغفر الله له. هذا لم يفعله الصحابة، هذا لم يفعله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لم يذهبوا إلى قبر الرسول بعد موته ويقولون استغفر لنا يا رسول الله. ومن المأخوذ عن الحافظ ابن كثير إراده عند قوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، تلك القصة قصة العتبي التي أورد هناك، فعليها تعقب شديد والله أعلم.